قال الله جل وعز: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. لا نزال مع ربنا جل جلاله وهو يشهد بمن آمن من أهل الكتاب بمن آمن بنبيه قبله وبالكتاب المنزل عليه ثم آمن بخاتم الأنبياء صلى الله عليه وعلى آله وبالكتاب المنزل عليه وأن له أجرين وأن له مقامين وأن الله يؤجره على عمله أجر المؤمن أولا والمؤمن ثانيا. فأثنى الله عليه لأنه مع إيمانه يمسك مما رزقاه زكوات واجبات وزكوات سنات ونفقات ملزمات ونفقات سنات. ثم الله جل جلاله يقول عنه كذلك: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه. واللغو الباطل، واللغو ما ليس بحق، واللغو الشفه، والكلام الذي لا يقوله مؤمن مهذب صالح. وسبب نزول هذه الآية أو هذه الآيات التي جاءت في نسق واحد أن النبي عليه الصلاة والسلام جاءه لمكة المكرمة بعثة من الحبشة من النجاش الذي آمن بنبي الله وبدينه وبالكتاب المنزل عليه ويقول له: لولا عمله في دولتي لجئت فاسلت رجليك ولا قمت بين قدميك. فجاءت البعثة ودخلت مكة وجدت النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد الحرام وفي المسجد جماعة من الكفار كعبد الله بن أمية بن المغيرة وأبي جهل بن هشام وآخرين. فجاءوا للنبي عليه الصلاة والسلام وسألوه عن هذا الدين الجديد وعن فرائضه وعن سننه وعما يدعو إليه. فدعاهم لعبادة الله الواحد ودعاهم لبقية الفرائض والأحكام وأن يكونوا عند طاعة الله في كتابه وطاعة النبي عليه الصلاة والسلام. فدمعت عيناهم وقبلوا ذلك وأعلنوا إيمانهم وقالوا: لقد كنا من قبل مسلمين إذ وجدنا صفتك ونعتك في الإنجيل. وحيث قال الله عنهم: وإذ قال عيسى ابن مريم: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. فكانوا قد آمنوا بما في الإنجيل وبما فيه من ذكر أحمد والتبشير بأحمد وأنه سيكون آخر الأنبياء والرسل. فما كانوا يحتاجون إن أدركوا عطاه إلا أن يعرفوا عيناه ويسمعوا رسالته فيزدادون ويجددون ويؤكدون إيمانهم به كما آمنوا به عندما بشر به عيسى في الإنجيل. آمنوا به بعد ذلك كفاحا ووجاها وأصبحوا مجددين للدين الدين الحق الخالد دين الإسلام. وإذا بأبي جهل يقوم إليهم ويقول لهم: يا خيبة لكم من بعثة جئتم روادا لقومكم سائلين عن هذا النبي وعما يقول. وإذا بكم تركتم دين آبائكم وصدقتموه لأول مرة فيا قبح ما جئتم به ويا خيبة لكم.
وإذا بهم يقولون لا سرى لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين لا نسافيكم ولا نشاتمكم نحن أعلم بمصالحنا وأعلم بما يجب علينا ولن نكون سفهاء مثلكم ولن نكون سفهاء شتامين سبابين فأثنى الله عليهم لهذا وقال عنهم وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه لم يجيبوا عنه ولم يكونوا سفهاء كأولئك الذين تكفروا وجهلوا وقالوا الباطل ظلما وعدوانا تنفيرا عن الإسلام وعن الإيمان وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا قالوا ماذا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا تسألون عنا ولا نسأل عنكم لكم دينكم ولي دين أعمالنا نحن أعلم بما نفعل منها وما ندع أعلم بما ينفعنا وأنتم أعلم بدينكم وشرككم ووثنيتكم سلام عليكم ليس سلام تحية ولكن سلام ترك وسلام هجران وسلام بعد وقالوا لهم في ذلك لكم منا السلام والأمان لن نشتمكم ولن نقاربكم ولن نكون سفهاء مثلكم فقد هذبنا الدين وعلمنا الإسلام وكنا من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم إذ رأينا العلامات التي ذكرت الإنجيل والتوراة وذكر الأنبياء السابقون فطبقناه وآمنا به ونحن بذلك مغتبطون ونحن بذلك لله حامدون وله شاكرون لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم سلام ترك وهجران وأمان وغير حرب ولا قتال سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين لا نبغي ولا نريد الجهلاء السفهاء الذين يأبون إلا شتم الناس وسباب الناس ولو أننا ضيوف في بلدكم ولو أننا في بيت الله بيت الله الحرام فأنتم أبيتم إلا الشتم والسباب لم نشتمكم ولم نخرج عن آداب ديننا والدين الذي دعا إليه محمد صلوات الله وسلامه عليه وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه ومعنى ذلك هذه الإشادة من الله بهؤلاء معناها أنه هكذا ينبغي للمسلم أن لا يشاتم وأن لا يسابب وأن لا يتسفه وكان من صفة النبي عليه الصلاة والسلام في التوراة والإنجيل أنه ليس بسباب ولا صخاب في الأسواق وهكذا وقريش تشتموه وتقول وتقول وهو لا يجيبها وهو ذاهب في طريقه إلى أن نصره الله النصر العزيز المؤزر ففتح مكة وطرد كفارها ومشركيها ونشر الإسلام في جميع جزيرة العرب من أسلم فلخيره ومن أبى إلا الكفران فعرض للسبي وعرض للقتل وعرض للطرد وأبى في الدنيا بالذل والهوان ولعذاب الآخرة يوم القيامة أشد وأنكى فكما قال تعالى وإذا مروا باللغو مروا كراما يصف المؤمنين يصف الصالحين الذين يأبوا إلا الفضل وإلا النطق بالصلاح وإلا العمل للخير ولا يريدون أن يكونوا سبابين شتامين لكم أحسن أعمالنا ولكم أعمالكم لا نبتغي الجاهلين امتعنوا عنا قد شتمتمونا فهنيا لكم شتيمتنا وهنيا لنا ديننا وإيماننا بمحمد اذكروا أنتم ما شئتم ونحن قد آمنا في غبطة وسرور الحمد لله وشكر قال تعالى
إنك لا تهدي من أحبب ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. ليست وظيفة النبي وظيفة الرسول ليست الهداية، إن الهداية بيد الله يهدي من يشاء، وإنما وظيفة الرسل البلاغ الدعوة تلاوة القرآن عليهم نشر الأحكام كما قال الله جل جلاله، بيانها تفسيرها بحاله ومقاله، بحاله بأن يفعل ذلك أولا في نفسه، وهو أول المسلمين وأول المرسلين، فهو أول من أرسل لنفسه، وهو رسول للناس ولنفسه، فجميع ما أمر الناس به من فرائض ومن نوافل ومن أركان ومن أحكام كان هو المأمور بها أولا، ثم بعد ذلك أمر بها الناس. ولذلك كان المصطفى عليه الصلاة والسلام رسول نفسه أولا ثم هو رسول الناس جميعا. قال الله له إنك لا تهدي من أحببت، ليست الهداية بحبك ولا بإرادتك وليست بوظيفتك، وإنما على الرسل البلاغ. ليست عليهم الهداية وأنت منهم لم تطلب بالهداية، ولكنك طلبت بالبلاغ وبالبيان وبإسماعهم القرآن حتى يعلموه ويدركوه. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، ذكر في الآية المنطوق والمفهوم. المفهوم من الفقرة الأولى، إنك لا تهدي من أحببت أي ليست الهداية لك بل هي لله، ثم صرح بالمفهوم فأصبح منطوقا، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وأداك قوله تعالى ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، والإيمان هداية قلبية، فأكرمه الله من أسعده الله من فتح قلبه لسماع الحق ولدخول النور ولسماع الهداية اهتدى، ومن أصم أذنيه وأعمى قلبه وأتبع ذلك بصيرته ضاع عن الإيمان والإسلام وعاش سبهللا كافرا. ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين، الله أعلم بمن يهديهم ويصلحهم. هذا يستحق الكفر لفجور لفسوق، لم يريد حتى الحوار حتى السؤال، لم يفتح أذنه لكلمة الحق. وهكذا كان حال من دعاه في مكة ومن دعاه في جزيرة العرب، وهكذا كان حال رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما أخرجوا الإسلام ونشروه خارج حدود الجزيرة، فعم الكون مشارق ومغارب، ولم يطل ذلك أكثر من نصف قرن حتى كانت أعظم دولة في الإسلام هي دولة أعظم دولة في الأرض هي دولة الإسلام، كانت شرقا من بلاد السند وغربا إلى عمق أوروبا إلى أسبانيا والبرتغال وفرنسا وما بينهما شمالا وجنوبا، لم يتجاوز ذلك نصف قرن. فأصبحوا أئمة الناس ومعلمي الناس وحكام الناس والآمرين لهم الناهين، يقتلون من شاءوا بأمر الله ويحيون من شاءوا بإذن الله، نصر الله بهم الحق والإيمان. وهكذا فالهداية لله وليست لأحد، والأنبياء خلفاؤهم هم الخلفاء الراشدون، خلفاؤهم العلماء، العلماء ورثة الأنبياء، وما كان الراشدون من الأربعة إلا علماء بالله، عارفين بكتابه، عارفين بنبيه وسنته، فكانوا خلفاءه علماء، وكانوا خلفاء راشدين، وهو أعلم بالمهتدين.
أعلم بمن يستحق الهداية فأهديه، وأعلم بمن لا يستحقها وليس أهل لها. ولذلك الكفار الأول في مكة المكرمة الذين سمعوا القول فاستنكروا لأنهم لا يعرفون بجهالة وضلالة سابقة، ولكنهم لم يعادوا نبي الله ولم ينصبوا من أنفسهم أعداء لله ولرسوله. هؤلاء مع الأيام آمنوا وأسلموا، أما من كان عدوا لرسوله كأبي لهب وأبي جهل وأمثالهما من قناطير كفار مكة وقريش، هؤلاء آذوا، هؤلاء عدوا، هؤلاء نفروا عنه، هؤلاء لم يختم الله لهم الحياة إلا بسوء خاتمة. ولذلك يقول ابن تيمية عن كل من تعرض للإسلام ولمقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بقلة الأدب قولا أو حالا أو نفسا لا يختم له إلا بشر ولا يختم له إلا بسوء خاتمة. وفسر بذلك قوله تعالى إنا كفيناك المستهزئين، وحكى من ذلك قصصا، وحكى من ذلك روايات، وحكى من ذلك أحدادا في أعظم كتبه على الإطلاق الذي قضى أكثر من مرات، وأعني بهذا كتابا الصارم المسلول على شاتم الرسول. فقد قال شاتم الرسول قليل الأدب مع الرسول بالقول أو بالإشارة أو بالتعريض يقتل إجماعا ولو قال أنا تائب. وهكذا هؤلاء فأبو لهب وأبو جهل وهؤلاء الذين تصدوا بعداوة لله ولرسوله وللإسلام ختم الله لهم بسوء خاتمة. وهكذا كل من يتعرض للإسلام فيتعرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا يختم له إلا بالشرك وسوء خاتمة، ونعوذ بالله من الختلان. هذه الآية كان سبب نزولها عم النبي عليه الصلاة والسلام أبا طالب، ولله الأمر من قبل ومن بعد ما شاء فعل. أبو طالب على شدة حبه للنبي عليه الصلاة والسلام وعلى شدة خدمته للنبي عليه الصلاة والسلام مدة سنوات النبوة في مكة المكرمة وهي 12 شهرا و 12 سنة وأشهر كان مع النبي عليه الصلاة والسلام المنافحة والمدافعة والحريص على حياته وعلى أن لا يؤذيه أحد من قريش من الكفرة. وبذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام محفوظا من كفار قريش حرمة لعمه أبي طالب الذي بقي على دينهم. وطالما أشاد بالنبي في قصائد بليغات هي من عيون الشعر ومن عيون اللغة تدرس في المدارس والجامعات كما كان يجب ليتعلم منها البلاغة والفصاحة ومفردات اللغة العربية وجملها. ومقام النبي صلى الله عليه وسلم حتى عند من لم يسلم بعد، فكان النبي حريصا على أن يسلم، حريصا على أن يهتدي. طالما دعاه وألح عليه وأبو طالب يأبى أو لا يجيب، إلى أن احتضر أبو طالب فدخل علي بن أخيه صلى الله عليه وعلى آله فقال له يا عم قل كلمة أشهد لك بها يوم القيامة عند الله، قل لا إله إلا الله أشهد لك بها يوم القيامة، أي أشهد بأنه موحد وبأنه مات مسلما. وكان بحضرته الشيطان المفسد الخبيث الشديد الطريد أبو جهل، وكان كذلك عبد الله بن أمية بن المغيرة وكلاهما من أعداء الإسلام
وأعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أكل الحقد قلوبهم والعداوة نفوسهم. فإنما أخذ يقول هذا لأبي طالب فأخذ يقولان له، وخاصة أبو جهل كبيرهما، فصار يقول: يا أبا طالب، أتتبع دين ابن أخيك؟ أتترك دينك؟ أتترك دين آبائك؟ أتترك دين قريش؟ والنبي يقول له عليه الصلاة والسلام في حرقة وألم: يا عم، قل كلمة، قل لا إله إلا الله أشهد لك بها عند الله يوم القيامة. وإذا بآخر كلمة يقولها أبو طالب ثم توفي. قال: يا محمد، والله لولا أن تقول قريش قلتها جزعا من الموت لأقررت بها عينك. وما وإذا بالنبي يقول له وكان قد مات: والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. وإذا بالله الكريم ينزل في شأني: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. فأوقف الاستغفار. والأمر أمر الله، والخلق خلق الله، ما شاء فعل. ثم نزل قوله تعالى للنبي عليه الصلاة والسلام، والقصة في صحيح البخاري ومسلم: ولولا قداسة الصحيحين، ولولا ثقة رجالهم، ولولا لحاولنا البحث في الأسانيد، ولكن البخاري له جلالته، ومسلم له جلالته، ورجال أسانيدهما قد تجاوزوا العقبة ثقة وعدالة وضبطا وإيمانا ودعوة إلى الله. فلو حاولنا أن نأتي لمثل هذا من صحة الأسانيد أن نطعن فيها بلا دليل ولا برهان، كنا كبعض الفرق الضالة. حاولنا أن نهدم البخاري ومسلم، ولو هدمناهما لتوصلنا بذلك للقرآن، ولا يفعل ذلك إلا مسلم. ولكننا نعيد فنقول ما قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت، ولكن الله يهدي من يشاء، وهو أعلم بالمهتدين. وفي سنة وفاته، وكانت السنة الثامنة من البعثة النبوية، توفيت كذلك أم المؤمنين الأولى خديجة رضوان الله عليها. اشتد حزن رسول الله عليه الصلاة والسلام، اشتد حزنه ثلاث مرات: مرتين على أبي طالب، ومرة على خديجة، وسمى العام عام الحزن. مرتين على أبي طالب على موته، وكان ضارا به، ونشأ في بيته، وتحت تربيته، وفي حضانته. كان الأب الثاني له بعد أبيه عبد الله، كان جده بعد جده عبد المطلب، برا وعناية وتنشئة وعطفا واهتماما وعناية. ثم بعد أن دعا للإسلام لم يسلم نعم، ولكنه كان ضارا به، حبيبا عليه، حريصا على راحته، ينافع عنه ويدافع عنه. وحين أجرته قريش وقاطعته ثلاث سنوات، كان أبو طالب معه الصباح والمساء، يأبى هجرانا ويأبى الابتعاد عنه، ويأبى إلا أن يدافع عنه. فحزن لموته عليه الصلاة والسلام لأنه عمه، والعم صنه الأبي كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وحزن أكثر حيث لم يهتدي للإسلام، ولم يقل بالقولة التي أمر بها الخلق كلهم: لا إله إلا الله محمد رسول الله. فكان الحب، حب أبي طالب للنبي عليه الصلاة والسلام، ليس حبا شرعيا،
ليس حب نبي ولا حب رسول ولا حب هاد، ولكن كان حبا طبيعيا، حبا عائليا، كما يحب الإنسان ابنه وابن أخيه والبار به وتلميذه ومحبه الحريص على خدمته. وهذا لا يكفي، لا بد أن يكون حب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدرجة الأولى، حب النبي وحب الرسول وحب المعصوم وحب الداعي إلى الله صلى الله عليه وعلى آله. ولذلك نحن أيضا نحزن لحزن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ونكرر الكلمة، كان العام عام حزن، ولا نستطيع أن نقول أكثر من ذلك. وأكد هذا مرة أخرى، سئل عليه الصلاة والسلام: حب أبي طالب لك وخدمته لك ومنافحته عنك أتنفعه يوم القيامة؟ قال: نعم، هو الآن في ضحضاح من النار يغلي منه دماغه، ولولا ذلك لكان في قعر النار. ومعنى هذا على هذا التخفيف هو بالنار. فهنا نتلو ونحن نقول، يقول ربنا جل جلاله: إنك لا تهدي من أحببت. ونقول قول الله جل جلاله: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومجال القول ضيق أمام الأدلة والنصوص. قال تعالى: وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه قراءتان سبعيتان متواترتان، يجبى إليه ثمرات كل شيء، ولكن أكثرهم لا يعلمون. قال كفار مكة والسورة مكية: كنا نؤمن بك يا محمد، ونحن نعلم أنك جئت بالحق، ولم نجرب عليك كذبة حتى في شؤون الدنيا، فلهذا أنت لا يمكن أن تكذب على ربك، ولكن إيماننا بك ليس فيه مصلحة لنا. وهكذا يتقول العقول السخيفة، العقول الضالة، يقول ما لا يعقل ولا وما لا يفهم. خافوا أن يطردوا من مكة، وهو خوف لا محل له، فكذب وبهتان، ولم يخافوا لعنة الله، ولم يخافوا غضب الله، ولم يخافوا خلودهم في النار. قالوا: من هم للذين قالوا الكفار؟ وقالوا: إن اتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. إن نؤمن بدينك، إن نتبع دعوتك، إن نقل قولك. وقالوا: إن نتبع الهدى معك يعني أنهم هما على هدى، ولكنهم إنما تركوا هداية محمد. هذا من تمام السخافات والضلالات. وقالوا: إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، نخطف، نخرج، نطرد، تحتل بلادنا. ومعنى الذي يقولون: جميع جزيرة العرب والعالم كله، وكان هذا في السنوات الأولى، لم يؤمنوا بك ولم يصدقوك ولم يعتبروك نبيا ولم يعتبروا ما جئت به كتابا لله وكلام الله. فنحن لو تحدينا جميع العرب وجميع الناس في الخارج وآمنا بك لقاتلونا عن فرد واحدة، ولاختطفونا من أرضنا، ولا أخرجونا، ولا حاربونا. ونحن أعجز من أن نقاتل جميع العرب وجميع الناس في الأرض. الله كذبهم وسخط عقولهم فقال: أولم نمكن لهم حرما، أولم يمكن يا محمد لهم حرما آمنا. هؤلاء في الجاهلية وفي الوقت الذي يقولون لك ذلك، ملكنا
مكناه في مكة وهي الحرم الذي يحرم به السفر والجرم والسرقة والاختطاف والإيذاء. كان هذا في أيام الجاهلية، جميع العرب تحترم مكة وتحترم سكانها، فلا سرقة فيها ولا فساد فيها ولا أكل مال بباطل، فكيف يدعون هذا؟ هل يكونون آمنين وهم على جهالة وكفر بالله وضلال في دينه؟ حتى إذا وحدوا وأسلموا واهتدوا ينقلب الأمان خوفا، وينقلب الحرم أرضا مفتوحة لكل واحد. هذا الكذب بعينه، أولم نمكن لهم نجعلهم متمكنين من مكة سكانا وحكاما وسادة وأقادا، وبذلك هم سادة العرب جميعهم وحكامهم جميعهم والمرجع لهم جميعهم، فكيف مع هذا يدعون أنهم يمكن أن يختطفوا أو تهجم مدينتهم أو تحتل أرضهم؟ هذا الكذب. أولاً هذا استفهام إنكاري توبيخي تقريعي، ينكر عليهم الله دعواهم لأنهم لم يؤمنوا خوفا من أن تهجم عليهم العرب ويختطفونهم ويسرعون بالقضاء عليهم ويحتلون مكة بلدتهم. فكان الجواب أولم نمكن لهم، أي قل لهم يا محمد أولم نمكن لهم حرما آمنا هو آمن من السوء، آمن من السرقة، آمن من الاعتداء، وهم في الجاهلية على شركهم لا يعبدون إلا الأصنام. أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا وهم في بلدتهم، تجبى إليهم وتجمع وتصبر وتورد ويأتيهم ثمرات كل شيء من كل أرض، من المشارق والمغارب، من رحلات الصيف والشتاء إلى أرض الشام الخضراء، من أرض الشام ذات الثمرات والخيرات، ثم من الجزيرة نفسها، من الطائف وهي بجانبها وهي أرض خصبة، من اليمن وهي أرض خصبة، من الهدى وما فوقها، من المدينة المنورة ومع ذلك يحصب من مكة ببساتينها وزروعها وثمارها، ثم من جميع الأرض. وهذه الفقرة في هذه الآية من المعجزات لنا في عصرنا، هو كان خبر لأولئك، ولكن نحن جئنا بعد نزولها ب1400 عام ولا تزال هي هي. وكلنا الذين نحن هنا نعلم، وكل ساكن في البلاد، أن ثمرات الأرض الملبوسة والمفروشة والمأكولة والمترفه بها توجد هنا في هذه الديار المقدسة في أرض الحجاز الشريف، تؤتى من مشارق الأرض ومغاربها، والمكي يجاري والحجازي يجاري، لا يتكلفنا بكبير شيء حتى تصلح بين يدي، تصله فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف، وأرفع الألبسة وأرفع الرفاهية كانت في الجاهلية وتتابعت في الإسلام، وإلى الآن وقد مضى على القرآن 1400 سنة والأمر لا يزال هو الأمر، تجبى إليه ثمرات كل شيء من كل أرض من كل بقعة. وكان هؤلاء الذين قالوا هذا كذبة فجرا، وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، أولم نمكن لهم حرما آمنا، ألا أولم نسكنهم، أولم نملكهم، أولم يتمكنوا تمكن التملك والسلطان والمقام هذا الحرم الآمن مكة المكرمة التي حرم الله صيدها وقطع شجرها والسفق فيها والظلم فيها، والظلم ظلم في الخارج مرة، وضمن حدود مكة المكرمة الظلم ظلمان والجريمة جريمتان، حتى لقد قال علماؤنا إن الصلاة في مكة، إن الصلاة في بيت الله الحرام 100,000 صلاة،
الغرم بالغرم، وكذلك السيئة بمئة ألف سيئة. والذي كان يقول هذا من الصحابة وغيرهم كان يقول ذلك منهم ابن عباس وعبد الله بن عمرو بن العاص، وخوف أن تأتي السيئة وتشرك معها الحسنة بكل أعدادها ومئات آلافها، أبوا إلا أن يسكنوا الطائف بعيدين عن الحرم حتى تبقى السيئة سيئة واحدة، ويأتون كل جمعة لصلاة الجمعة هنا وهم لا يتكلمون. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، يأتون ليس إلا الذكر والمذاكرة في العلم وفي الله، وليس إلا تلاوة القرآن، وليس إلا الصلاة، ثم يعودون إلى بلدتهم. هذا على مقام عبد الله بن عباس حبر القرآن الصاحب الجليل العالم الواسع العلم مرجع جميع المفسرين ممن أتى بعده، وكل تفسير إذا لم ينقل عن ابن عباس ويقول قال ابن عباس يبقى لا مرجع له ولا سند له. وهكذا قل عن عبد الله بن عمرو بن العاص الذي اختص بمزية لم يسبق إليها قط، وهو أنه كان يكتب كل ما يسمع من رسول الله عليه الصلاة والسلام، وجمع ذلك في كتاب وسماه الصادقة فيه ألف حديث. وبهذا وقد أكدته فيما كتبته عن ذلك في تخريجه لأحاديث فقه الحنفية، وهو مشهور متداول فيما كتبته بأن التدوين كان في عصر النبي عليه الصلاة والسلام في حياته. وذكر الصادقة ورد اسمها في كتابي في كتاب سنن دارمي الذي قيل عنه وسابع الكتب الستة، وعند جماعة من الأئمة يعده سادس الكتب الستة ويقدمه على سنن ابن ماجه، على صلاح ابن عمرو بن العاص وعلى علمه وعلى جلالته. ومع ذلك خطأ على نفسه من المقام في مكة كثرة السوء والذنوب والمعاصي، وإذا بالحسنات تنهار كلها. أولم نمكن لهم حرما آمنا تجبى إليه كل شيء. ذكرت بها بمناسبة كل على أن الثمرات هي المؤنثة بالتاء، وكل ما كان كذلك ليس التأنيث فيه حقيقة. ولذلك نزل الوحي في القراءات السبع بيجبى وتجبى، تجبى بمراعاة الثمرات وتاء التأنيث، يجبى لذكر كل شيء أن يجبى كل شيء يجمع ويورد ويأتي. وأهل مكة جالسون وأهل الحجاز ينتظرون إقبال الله عليهم. يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا، نرزق ذلك أهل مكة أهل الحجاز رزقا مفعول مطلق منصوب لذلك، من لدنا من لدن الله من عند الله كرما من الله فضلا من الله لمقام مكة في الإسلام ومقامها حيث كانت مسقط رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحيث كانت المنزل الأول للوحي، وحيث كانت فيها هذه البنية المقدسة الكعبة المشرفة التي طاف بها جميع الأنبياء من آدم أبي البشر وأول الأنبياء إلى خاتمهم نبينا عليهم جميعا صلاة الله وسلامه. قال تعالى ولكن أكثرهم لا يعلمون، أكثر الناس يؤمنوا بالله كفروا بالله، لم يعلموا هذا الحق ولم يؤمنوا بهذا الحق، لم يؤمنوا برسول ولم يؤمنوا بكتاب ولم يؤمنوا بآيات القرآن وما فيه من دلائل وبراهين قاطعة ومعجزات تصدق المنزل عليه محمدا صلى الله عليه وسلم في كل ما قال.